هلا ابتداء من اليوم راح نبلش تمرين جديد مع بهاء. تمرين اليوم مع بهاء راح تختلف عن الاسبوع الاول، انه تمرين الفول بودي ورك اوت راح نزيد عدد الريبيتيشنز فيها من كل مجموعه من 10 الى 15، ونخلي نفس الويتس، نخليهم لايت ويتس، لانه مره ثانيه بحكي انه اذا نحن بدنا نخسر دهون وبدنا نحرق دهون بالجسم، فتمرين لازم تكون الاوزان خفيفه، اوكي؟ وعدد التكرارات هي اللي نتحكم فيها، انه نزيدها كل اسبوع من 15 ل 20 اند سو اون. هلا رح ندخله شيء جديد كمان على تمرين بهاء، هي تمرين الايروبكس. فرح يصير عندنا كالتالي، رح يصير في عندنا يوم فول بودي ورك اوت، ورح يصير في عندنا يوم تمرين ايروبكس. تمرين الايروبكس رح تشوفوها معنا، طبعا في منها عده انواع وفي منها عده مستويات. نحن بهاء بما انه بيجنر رح نبلش مستويات معقوله او مستويات للبيجنرز، كل اسبوع نزيد الليفل تبعها لنوصل لاعلى مستوى اللي هو من شانه انه بحرق اكبر كميه بدنا اياها من الدهون. طبعا هلا نحن اليوم اول يوم من الاسبوع الثاني من تمرين الفتنس. تمريننا راح يكون مقسوم لنوعين، النوع الاول اللي هو الفول بودي ورك اوت على الماشينز، تقريبا زي الاسبوع الاول بس راح يختلف عدد التكرارات، يعني بدل ما نلعب 10 تكرارات راح نلعب 15 تكرار، او اذا بقدر بها راح نزيدها ل 20 تكرار. هلا التمرين الثاني راح تكون تمرين ايروبكس، راح ناخذها شيء ستيبس، شيء بول، شيء نون ستوب جامب، حسب لياقتك التنفسيه اللي راح طبعا تزداد تدريجيا. اليوم راح ناخذ عن تمرين الفتنس، اوكي، اللي هي تمرين الايروبكس. راح نشوف بعد ما يحمي على التريدميل كيف راح يكون اول يوم من تمرين الفتنس اللي هي الايروبكس. اوكي جاهز بهاء؟ خلينا نبلش 10 دقائق على التريدميل، ما بدنا تكون كثير سرعه، يعني مشي سريع لشوي جوجينج. اوكي هلا راح نبلش اول تمرين من تمرين الفتنس، بس بحب انوه واحكي عن شغله، انه هاي النوع من التمارين تحتاج الى لياقه تنفسيه عاليه. هلا بالنسبه لبهاء وهو عباره عن بيجينر، اوكي، او مبتدئ، تمارين الفتنس بجوز يتغلب فيها باولها، يعني هلا اول اسبوع احتمال انه يصير عنده نوع من الدوخه، احتمال انه ما يقدر يكمل التمرين، هذا شيء طبيعي، انه بكون عنده ميبي لياقه حركيه بس ما بكون عنده لياقه تنفسيه، يعني النفس تبعه بكون مش كثير قوي. فعشان هيك نحن رح نبلش تمريننا، هلا ان شاء الله ما يصير معنا هيك، بس هذا شيء كثير وارد بحكم خبرتنا، انه واحد يلعب تمرين ايروبكس باول تمرين يتعب لانه نفسه لساته ما بكون قوي. هاي النوع من التمارين بتحسن اللياقه بثلاث انواعها، سواء كانت حركيه ولا قلبيه ولا تنفسيه، اوكي؟ تمريننا اليوم رح يكون اسمه تمرين الستبس، رح ناخذ كذا تمرين ورح ندخل الستبس بكل جوله، عشان هيك راح يكون اسم تمريننا تمرين الستبس. جود، راح نبلش هلا اول جوله، نعمل هلا 20 تكرار. اوكي، كيف حاس نفسك؟ بلشت بالضبط. هلا نحن هون لانه الواحد ما بكون عنده لياقه تنفسيه، لما يبدا المجهود او خاصه اذا كان مدخن او بارجل، اوكي، يعني تخيل حالك بتدخن وتأرجل مرة واحدة تطلع تركض أو تطلع تلعب كرة قدم أو تلعب أي نوع رياضة، راح تحس إنه نفسك ليش؟ لأنه ما عندك أصلاً بكل لياقة تنفسية، وهذا اللي عم بيصير معنا هون. هلا الحلو بهي التمارين، اليوم أول يوم بجوز تتغلب، بس الأسبوع الجاي أي جرانتي يو راح تعمل 10 تمارين، أوكي؟ نفسك راح يضلوا 100%، ما راح تتعب. بعد 4 أسابيع راح تكون قادر إنك تركض 10 كيلومتر بدون ما ينقطع نفسك، اوكي؟ لانه نحن بكون هون ايش؟ زدنا لياقه تنفسيه، تمام؟ هلا اول تمرين بدنا نعمله بدنا ناخذ دامبلز دول، يس. بدنا نعمل سكوات وانت واقف مكانك، نعمل سكوات كود، نعمل 10 و20 ستبس. اوكي، حاول انزل كمان، خلي اجريك هيك 11. اوكي، يلا. ايوه، اوكي. بالضبط. نعمل بس 10 تكرارات. مرة ثانية
احنا حكينا انه هذا التمرين اسمه ستيبس، لانه راح نعمل كل تمرين راح ندخل معه ستيبس راح يكون خلال نفس الجوله، عشان هيك تمرين اسمه ستيبس. لا نزل الدامبلز يلا جو. جود 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 جود. شو عم تحس نفسك عم بضعف شوي شوي؟ طبيعي طبيعي هيك. هلا احنا دائما لازم نستريح من كل جوله لجوله تقريبا نص دقيقه او دقيقه، اوكي؟ عشان تعمل ريكفري وتحاول تضبط نفسك مره ثانيه. هلا بنص دقيقه او دقيقه بتكون هي الدوره الدمويه، يعني نحن نستنى على بال ما يصير في عندنا دوره دمويه كامله بالجسم. هيك بكون عم نعمل ريكفري. شو فيش نفس؟ حاول تنفس تفهم. تنفس. هلا حسيت بدوخ، حسيت باي شيء مباشر خبرني، ان شاء الله ما بتحس. مش تقنع حالك انك هلا انك كوتش دايخ عشان خلص تمرين. يلا نتحدى. It's all about challenge, okay? طيب let's go. اوكي خلي جسمك 11. ايوه تنتهي على نفس المستوى. ايوه let's go. اوكي جود 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 جود. احتمال بكره يصير عندك الم بركبك، الم بعضلاتك، هذا كله وارد. تيجي على الجيم ونكمل تمرين امورنا تمام. تنجز تمرينك. اوكي. كمان 20 ستبس. راح نخفف وزن بهاء كمان خلال الايتو بروجرام، راح يكون له دور كثير كبير. هلا برنامج غذائي تبع بهاء راح يحتوي على ثلاث وجبات، راح يكون في فطور، في غداء، في عشاء. 100% ما راح ناخذ اي نوع دهون خلال هاي الوجبات، حتى راح نقلل الكربوهيدرات، يعني راح يكون في معنا شويه كربوهيدرات بوجبه الافطار، شويه كربوهيدرات بوجبه الغداء، بس راح يكون تركيزنا على البروتين، يعني راح نحاول نعمل له بروتين دايت، بلس ندخل له كميه منيحه من الفواكه والخضار، عشان هدول بيحتوي على فايبرز، اما الالياف لما نحن ناكلها بتعطينا شعور بالاشباع. عشان هيك راح نركز باكلنا على البروتينز وعلى الخضار والفواكه، يعني بدنا نحاول نعطيه اكل ما فيه سعرات حراريه عاليه، وبالتالي هو راح يساعدنا انه نوصل للهدف اللي بدنا اياه من بهاء. هلا تمريننا الثاني راح يكون اسمه تمرين كلايمبينج. سموه كلايمبينج لانه بيشبه تسلق الجبل، خليني افرجك اياه. بتحط ايديك هيك، اوكي؟ تطلع هاي هيك، ترجع تطلع هذا لاخر. فنوعا ما هو بصير يشبه تسلق الجبل، عشان هيك بسموه كلايمبينج، اوكي؟ نعمل 10 10 5 فور ايتش مع 20 ستيبس. اوكي؟ يلا ليتس جو. بس شوف حاول من هون انزل حالك شوي بهاء. من هون انزل حالك. ايوه بالضبط، يلا جو ارفع راسك. بالضبط. كلايمبينج تطلع جبل. حاول تطلع رجلك قد ما تقدر لقدام. اوكي. بالضبط يلا جو. ايوه. جود 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 جود. اوكي. عمهلك 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 عمهلك. اوكي. جود 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 جود. طبعا هذا النوع من التمارين هو اكثر انواع التمارين اللي بتحرق كالوريز. يعني بهذا التمرين بتوقع انه نحرق كميه كثير كبيره من السعرات الحراريه، عشان هيك هذه من دون اي منازع هي اكثر تمارين بتحرق كالوريز، اوكي؟ وهي من اصعب التمارين بعالم الفتنس، عشان هيك الواحد اذا بتلاحظوا ببذل مجهود كثير كبير، يعني بعمليه الستبس بتشوف عم بحرك كل جسمه، اوكي؟ ونفسه كثير عم بكون قوي، عشان هيك عمليه التنفس الخلوي بتكون كثير عاليه بجسمه، التنفس الخلوي معناها زياده باكسده الدهون الموجوده بالجسم عشان تتحول لطاقه. هاي ارفع راسك. ايوه بالضبط، يلا جو. ايوه زي كانك بتطلع جبل، اوكي جود، ارجع توجد. ايوه بالضبط، ارفع راسك ارفع راسك عشان ضغط الدم. اوكي جود 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 جود. بس ما تنسى تضلك رافع راسك، نعمل 10، اوكي؟ جود 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 جود.
هلا بدنا نروح للتمرين الثالث، اوكي؟ التمرين الثالث بناخذ تمرين شوي خفيف، خلينا نريح ناخذ نفس، اوكي؟ لانه التمارين طبعا بتختلف درجة صعوبتها. بنحب دائما نحن لمبتدئ ناخذ صعب، بعدين نخفف شوي، صعب نخفف شوي and so on. هلا ما في خفيف، هو صعب بس يعني بيختلفوا بدرجة الصعوبة. رح نعمل 20 ستيبس، سوري 20 هيبس بالدامبلز ومع ستيبس 20 كمان. ايوه نعمل 20 مع 20. ستيبس بطن، هذا مزعج، هذا بدنا بعد 3 أسابيع نكون كله شايلينه. جود جود جوب جود جوب جود جوب. الرابع تمرين راح ناخذ الدامبلز. هلا شوف كيف التمرين راح يكون، راح نعمل حركتين مع بعض، اوكي؟ الحركة الأولى بدها تكون سكوات، تمام؟ راح نفتح رجلينا هيك، نحط الدامبلز بين اجرينا، شوف سكوات. هلا لما نطلع هون بدك تحس، تخيل زي كانك بترمي شيء لورا هيك. هلا هذا بصير للاس، جود. فبصير عندنا 1 سكوات 2 1، يعني زي كانه معك شيء هيك وعم ترمي لورا، جود. نعمل 10 بعدين نعمل 20 ستيبس. ايوه بس انزل اتني رجليك، اتني رجليك، ايوه برافو بالضبط. اوكي سكوات انزل اكثر، ايوه حاول انزل قد ما بتقدر. جود جود جود، سلو داون، عمهلك عمهلك، جود. سكوات اكثر، سكوات اكثر، انزل 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 انزل، ايوه برافو جود، عشان نستفيد من التمرين 100%. جود عمهلك، سلو داون، سكوات اكثر، سكوات اكثر، عمهلك، سلو داون سلو داون سلو داون. اوكي يلا ستيبس، طبعا مستوى هاي التمرين نحن راح نزيدها باستمرار مع الوقت، يعني راح نزيدها من خلال عدد تكرار على الستيبس، او راح ناخذ تمرين ادفانسد اكثر من الستيبس اللي هو لان ستوب جامب، يعني هاي الشغلات راح ناخذها لقدام، او نصير نعمل دبل ستيبس وهي الشغلات. طبعا هاي كلها لقدام لما يرتفع ترتفع مستوى اللياقه عنده اسبوع ورا اسبوع. اوكي هلا اخر تمرين بدنا ناخذه بده يكون في نوع شوي من الفن، بدي راح افتح انا ايدي هيك، اوكي؟ بدك تتخيل حالك انك عم تضربني بانش. هلا الفكره منه مش الضربه، الفكره منه انه نحرك اللاس. هلا بنعمل افتح ايديك، بنعمل 1 اوكي 2 اوكي، بعدين بنعمل 1 2، هذا اسمه جاب عشان حرك منطقة الكتف، جود. نعمل الأربعة هذول نعملهم 10 مرات بالضبط، نعملهم 10 مرات كله كروس كله كروس، اوكي؟ نعملهم 10 مرات مع ستيبس، يلا بالضبط. اوكي اوكي 1 2 اوكي 1 2 اوكي، عمهلك عمهلك عمهلك، شوف عمهلك، بدي افتح هذيك، بدي حركه تكون اكثر، ها شوف عشان احرك جذعي اكثر هيك، الحب هذا الجاب بس هيك، يلا بالضبط. اوكي اسرع 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 اسرع، اوكي جود 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 جود، جود جود، زيد السرعه شوي يلا. جود 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 جود، يلا 20 ستيبس. اوكي هلا افتح ايديك هيك،
لا شوف نعمل 1 2 3 4 5 نيجي هون 1 2 3 4 5 جود نعمل 15 لكل مرة يعني 5 ب 5 5 ب 5 5 ب 5 يلا يلا 1 2 لا 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 احنا ما بدنا هيك بدنا يلا جود يلا جو 1 اسرع يلا 3 4 اسرع 5 ليتس جو 1 يلا جود اجين ايوه زي السرعة زي السرعة زي السرعة بس ايوه يلا ستيبس طبعا احنا هون نكون وصلنا لاخر تمرين من الاسبوع الثاني اوكي اللي هو تمرين الفتنس زي ما حكينا التمرين راح ازيدها شوي شوي وراح ازيد مستواها شوي شوي بس كاول مره بنلعبه تمرين ايروبكس اوكي نكتفي بهذا القدر من التمارين لانه راح تكون اصلا صعبه عليه كثير راح هو يحس اوريدي بتعب زي ما هو هلا هو كثير حاسه سو اليوم نكتفي بهي هاي الكميه من التمارين اوكي نيجي للجزء الاخير من تمريننا اللي هو ربع ساعه تريدميل ربع ساعه كروس اليوم تخص الناس اللي بحبوا دائما يعملوا دايت بفكروا انه الواحد عشان يعمل دايت لازم ياكل وجبه او ياكل وجبتين باليوم هذا طبعا شيء كثير غلط انت عشان تعمل دايت وعشان تخسر كميه منيحه من الدهون لازم تاكل 3 وجبات باليوم لازم تاكل فطور لازم تاكل غداء لازم تاكل عشاء لانك انت عشان تحرق الدهون لازم تحرك اعضاء جسمك الداخليه لازم تفطر لازم تزود جسمك بالطاقة هلا انت لما تفطر وبتتغدى وتتعشى وتزود جسمك بالطاقة نفس الاعضاء اعضاء الجسم تبعتك بتتحرك بطريقة المثلى 100% هلا ايفن انك انت بتحرق كالوريز او بتحرق سعرات حرارية او بتحرق دهون بالتمرين كمان اعضائك الداخلية اللي هي الكلى القلب الرئتين لازم كمان اعضائك الحيوية اللي هي عبارة عن الرئة، القلب، الرئتين، الجهاز الهضمي عندك لازم يقوم بوظائفه الحيوية الطبيعية 100% هلأ عشان يقوم بوظائفه الطبيعية 100% لازم أنت تكون مزوده بكمية منيحة من الطاقة اللي هي بتاخدها عن طريق طعامك عشان هيك عشان تخسر وزن لازم تاكل 3 وجبات عشان تقوم بوظائفك الحيوية لازم تاكل 3 وجبات غير هيك أنت عم تكون بترهق جسمك واحتمال أنك تعرض جسمك وصحة جسمك للخطر